أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من قال بأن الجبال تسير في زماننا هذا؟ ها؟ من قال لا تسرع، لا تسرع بالقراءة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من قال بأن الجبال تسير في زماننا هذا واستدل بقول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فهل يعتبر هذا القول ممن يفسر القرآن برأيه؟ نعم، هذا كذاب يقول على الله بغير علم. الآيات: وترى الجبال تحسبها جامدة، هذا في يوم القيامة، ما هو بالآن. الجبال الآن راسية، الجبال الآن راسية وهي أوتاد للأرض، رواسي، وجعلنا رواسي شامخات، رواسي رواسي، الرواسي هي تسير ما تسير، راسي. فهذا من القول على الله بغير علم، من تفسير القرآن بالنظريات. القرآن لا يفسر إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين، هذه وجوه التفسير. لا يفسر بالرأي والنظريات، لأنه كلام الله، الذي يفسره بغير معناه يقول على الله بغير علم، يقول إن الله أراد كذا وهو كاذب في هذا. نعم.